بيبدأ الفيلم بطفلين اسمهم أليكس ودانيال وهم بيجروا مرعوبين في البيت وبيحاولوا يستخبوا من شخص اسمه تشارلز بيجري وراهم وعمال يصرخ، ولما بيوصلهم بيترجوهم يساعدوه ويخرجوه من البيت ده، وبيبان كده ان في حد عاوز يقتله. فبينادي أليكس على عيلته وبيقول لهم ان تشارلز هنا، وساعتها بيظهر ناس لابسين أقنعة وبيضربوه بسهم وبيخلصوا عليه قدام عروسته إيلين واللي بتفضل تصرخ وعمالة تعيط عشانه. وبعد 30 سنة بنشوف جريس عروسة أليكس وهو في قصر عيلته وبتجهز نفسها عشان الفرح، وبتقوله انها مصممه تعيش في القصر هنا مع ان اهله ما بيحبوهاش. فبيقترح عليها أليكس انهم يعيشوا في بيت لوحدهم وبعيد عن اهله، واللي بيلقبوا باسم عيله لودوماس او اسطوره الالعاب، لانهم عيله غنيه وعندهم شركه كبيره لصناعه الالعاب والالغاز. المهم ان جريس بتصمم تعيش معاه في قصر عيلته وبيروحوا الفرح مع بعض، وبيبان كده ان عيلته بيكرهوها ومش طايقينها لانها من عيله فقيره. ولما بيخلص الفرح بتروح اوضتها هي وأليكس عشان يستريحوا، بس فجاه بتيجي عمته إيلين وبتقول لهم ينزلوا فورا لأن العيلة مستنياهم في الصالة. فبتستغرب جريس وبتسأل أليكس ليه عيلته مستنيينهم تحت دلوقتي، فبيقول لها إن عيلته عندهم طقوس غريبة جدا، وهي إن أي حد بيتجوز من العيلة لازم عروسته أو الفرد الجديد يلعب معاهم لعبة، وبيتم اختيار اللعبة دي عشوائيا، وبيفهمها إن موضوع اللعبة ده مهم جدا بالنسبة لعيلته ومش سهل زي ما هي متخيلة. عشان كده كان بيحاول يبعد عن أهله طول الفترة اللي فاتت وبيقنعها يعيش لوحدهم، ولكن جريس بتتجاهل كلامه وبتكون شايفة ان الموضوع ده مسلي جدا وانها اكيد مجرد لعبة مش اكتر. وبعدها بتنزل تنضم لباقي العيلة اللي بيكونوا مستنيينها عشان تبدأ اللعبة. فبيحكي لها حماها توني قصة جده الكبير فيكتور، وبيقول لها انه في يوم كان في رحلة بحرية وقابل شخص غريب اسمه لوبل، ولوبل عرض عليه يديله فلوس كتير جدا مقابل حل لغز معين، واللغز ده انه يفتح صندوق صغير مقفول باحكام وصعب ان اي حد يفتحه، بس بما ان فيكتور كان ذكي جدا فقدر يفتح الصندوق بسهولة. وساعتها لوبل نفذ وعده واداله 5 مليون دولار، واشترى فيكتور بيهم مصنع كبير للالعاب والالغاز وبقوا اغنى عيله في المدينه. بس المفاجاه بقى ان لوبل ده طلع شيطان، والصندوق ده اتورث في العيله لاجيال كتيره جدا، وكمان ورثوا طقوس غريبه لازم يعملوها، ان اي شخص بيتجوز في العيله دي لازم عروسته تلعب لعبه معينه من اختيار الصندوق، واللعبه دي بتكون عشوائيه ومكتوبه على ورقه. وبعدها بيدوا الصندوق لجريس وبيطلع منه ورقه مكتوب عليها استغمايه، وبتكون العيله كلها مصدومة لأن دي أخطر لعبة في الصندوق. بس جريس بتكون فرحانة ومستهيفة الموضوع، فبيتكلم معاها توني على انفراد وبيقول لها تستخبى في أي مكان في البيت، والعيلة هتعد لحد 100 وبعدها يدوروا عليها لحد الفجر، ولو فضلت مستخبية وما لقوهاش هتكسب في اللعبة. وبيعرفها إنهم هيقفلوا كل الأبواب والكاميرات بتاعت البيت، فبتتحمس جريس وبتروح تستخبى منهم، وبيوزع توني أسلحة على العيلة عشان يطاردوا جريس ويخلصوا عليها. وقتها بتستخبى جريس في أسانسير صغير تبع الخدم، وبتفضل قاعدة فيه لفترة طويلة، ولما بتزهق بتخرج من مكانها وبتقرر تروح أوضتها. فبيشدها جوزها أليكس ناحية الأوضة وبيفهمها اللي عيلته عاوزين يعملوه فيها، بس قبل ما يكمل كلامه بتيجي الخدامة فبيضطروا يستخبوا ورا السرير. وأول ما الخدامة بتخرج بتاخد طلقة من بندقية إيميلي أخت أليكس، وبتنادي على أهلها وبتعتذر لهم لأنها كانت فاكراها جريس. فبياخدوا جثة الشغالة وبيخرجوا، وساعتها بتنهار جريس وبتعرف إنهم عاوزين يقتلوها، لكنها مش فاهمة هما ليه بيعملوا كده. فبيحاول جوزها أليكس انه يشرح لها الموضوع، وبيقول لها ان اهله لازم يقتلوها قبل ما الشمس تطلع، والا هيتصابوا بلعنه الشيطان لوبل وهيموتوا فورا، ولو هي ما وافقتش تلعب اللعبه دي كانت هي اللي هتتصاب وهتموت في الاخر. وبعدها بياخدها اوضه الخدم وبيقول لها تتسحب وتستناه في المطبخ، لحد ما يروح بنفسه يفتح لها ابواب البيت عشان يهربها. فبتوافق جريس وبتروح ناحيه المطبخ، بس فجاه بتلاقي ايميلي قدامها وبتضرب عليها نار، بس لحسن الحظ مفيش حاجه بتيجي فيها. فبتهرب جريس بسرعه وبتدخل تستخبى في اوضه البلياردو، وساعتها بيجي دانيال اخو جوزها وبيقول لها انه مش عاوز يقتلها وانه هيديها 10 ثواني بس عشان تقدر تهرب، وفعلا جريس بتنفذ اوامره. وبعدها بينادي دانيال على اهله وبيقول لهم انها كانت موجوده في اوضه البلياردو بس هربت، وساعتها بتعيط ايميلي عشان سلاحها ضاع منها وبيديها جوزها القوس بتاعه، بس بالغلط بتضرب بيه الخدامه وبيجي السهم في بقها وبتموت. وهنا بقى لازم نسال سؤال مهم، هي الست دي ما بتقتلش غير خدامات بس ولا ايه؟ ايه المهم؟ بيقرروا في الاخر انهم يشغلوا الكاميرات عشان يعرفوا مكان جريس، ولازم يخلصوا عليها قبل ما الشمس تطلع والا هيتصابوا باللعنه ويموتوا. وفي الوقت ده بتروح جريس لاوضه الموسيقى وبتاخد سلاح من على الحيطه عشان تدافع عن نفسها، وبعدها بتروح المطبخ وبتحاول تضرب نار على الباب الخلفي عشان تهرب، بس فجاه بتلاقي كبير الخدم جاي وبتضطر تستخبى. وفي نفس الوقت بيكون جوزها أليكس في غرفه الكاميرات وبيفتح لها الابواب عشان تهرب، وبيعرف ابوه واخوه في الاوضه وبيخمنوا كده انه بيحاول يساعد مراته. وقتها بتواجه جريس الطباخ وبتحاول تقتله بالبندقيه،
بس للأسف بتلاقيها مفهاش أي رصاص، فبتضطر تضربه ببراد الشاي وبتطلع تجري. وبعد شوية بيدخل توني على أليكس في أوضة الكاميرات وبيفضل يضربه على راسه وبيفقده الوعي، وبعدها بياخده على أوضته وبيربطه في السرير عشان ما يحاولش يساعد جريس في الهروب. فبيتناقش العيلة مع بعض وبيخمنوا إن جريس خرجت من البيت، وده لأن أليكس فتح لها كل الأبواب، وساعتها بالكونجرس واقفة في الشباك وبتسمعهم. فبتنط في الجنينة وبتطلع تجري ناحية بوابة القصر، وفجأة بتحس إن في حد وراها فبتستخبى منه في الاسطبل، وبتكتشف إن ده يبقى جورج ابن إيميلي، فبتطمن له وبتروح تطلب منه المساعدة، بس بتتفاجئ إن معاه مسدس فبيضرب طلقة على إيديها، فبتضربه وبتخليه يفقد الوعي وبتاخد منه الكشاف اللي معاه. وأول ما بترفع راسها بتلاقي قدامها معزة فبتتفزع منها وبترجع لورا وبتقع في مخزن الاسطبل، وبتلاقي جنبها جثث كتير جدا، ومن ضمنهم جثة تشارلز اللي مات بسهم في أول الفيلم، وبيكون قدامها سلم صغير وبتحاول تطلع عليه، ولكن السلم بيتكسر وبتفضل متعلقة مكانها. وبعد معاناة بتخرج من المخزن وبتطلع تجري ناحية بوابة القصر، ولما بتوصل بتخرج من فراغات البوابة وبتكون فرحانة جدا لأنها خرجت من البيت أخيرا، بس بيجري وراها الطباخ بالعربية وبيحاول يمنعها، فبتضربه جريس وبتاخد العربية بتاعته عشان تهرب، ولكن لسوء حظها العربية بتتعطل وبيجي الطباخ يكسر الإزاز وبيضربها بحقنة مخدر، وبعدها بياخدها في العربية وبيتحرك بيها ناحية البيت، وبيتصل على توني عشان يطمنه وبيعرفه إن خلاص قبض عليها. بس فجأة بتفوق جريس من المخدر وبتفضل تضربه لحد ما بتتقلب بيهم العربية، وأول ما بتخرج بتلاقي دانيال قدامها وبيقول لها إنه مش عاوز يقتلها، وإن أهله للأسف هم اللي بيجبروه يعمل كده، فبيضربها بالسلاح بتاعه وبيفقدها الوعي. وبعدها بيجي والده توني وبيقول له إنه لازم ينقلوها القصر فورا، وده عشان يعملوا عليها طقوس التضحية قبل ما الشمس تطلع، وفعلا بينقلوها البيت وبيبدأوا يجهزوا الطقوس، وبتتجمع العيلة كلها حوالين جريس اللي بيكونوا رابطينها من إيديها ورجليها. وبعدها بيشربوا كلهم مشروب غريب جدا ما عدا دانيال، بيمثل إنه بيشرب زيهم، وفجأة بينزفوا دم من بقهم وبيكتشف إنه دانيال حط لهم حاجة في المشروب، وفي نفس الوقت بيقدر أليكس يفك نفسه وبيخرج من الأوضة، وكمان دانيال بيفك جريس وبيحاول يهربها، بس مراته بتمنعه وبتخلص عليه بالمسدس، وساعتها بتهجم عليها جريس وبتقتلها وبتهرب. وفي طريقها بتلاقي توني واقف قدامها وعاوز يمنعها من الهروب، فبتضربه بالكشاف على دماغه وبتفقده الوعي، وبعدها بترمي الكشاف على الارض وبيولع في المكان، وفجأة بتهجم عليها حماتها وبتفضل تخنقها، فبتاخد جريس صندوق الالعاب اللي جنبها وبتفضل تضربها بيه لحد ما بتخلص عليها، وساعتها بيعتذر لها أليكس على كل اللي شافته بسبب عيلته، وبعدها بيقرب منها لكنه بينادي على عيلته عشان يبداوا الطقوس بتاعتهم، وفعلا بيربطوها وبيبداوا الطقوس، وبياخد أليكس منهم سكينه عشان يخلص على مراته، ولكن لحسن الحظ بتيجي السكينه في كتفها ومش بتموت، وساعتها بيلاقوا ان الشمس طلعت وبيكونوا خايفين ان اللعنه تقضي عليهم، لكنهم بيتفاجئوا ان مفيش اي حاجه حصلت، وبيقولوا ان مفيش حاجه اسمها لعنه وان دي كانت مجرد خرافه مش اكتر. بس قبل ما يكملوا كلامهم بينفجروا كلهم واحد ورا التاني، وبنفهم ان موضوع اللعنه ده حقيقي لانهم فشلوا في قتل جريس، وفي النهايه هي اللي كسبت اللعبه. فبتشوف قدامها خيال الشيطان لوبل وهو قاعد على الكرسي، وبعدها بتخرج من البيت بعد ما تحول يوم فرحها لأسوأ يوم في حياتها، وبيخلص الفيلم. انا عارف ان اكيد الفيديو عجبك، فياريب بقى ما تنسناش باللايك والسبسكرايب، والاهم كمان انك تفعل الجرس عشان يوصلك ملخصاتنا اول ما تنزل، ونلقاكم على خير في ملخص قادم ان شاء الله. مع السلامة.